بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قناة المراعي لتسمين العجول أبقار الحلال. حلقة اليوم هنتكلم عن خلطات الأعلاف لتسمين العجول. هنقدم إن شاء الله 4 خلطات أعلاف، وهنقدم خلطة للتفنيش، تفنيش العجول. بس قبل ما نبدأ الحلقة إن شاء الله، ياريت المشترك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. ولو أنت مشترك اضغط على علامة الجرس واضغط إشعار الكل عشان يصلك كل الإشعارات. ولو أنت جديد اضغط برضك على الجرس واختار إشعار الكل. قبل ما نبدأ في الحلقة إن شاء الله ونعرف خلطة التسمين، لازم نعرف مكونات خلطة التسمين الأول. خلط أي خلطة أعلاف، سواء عجول، سواء أغنام، سواء ماعز، أي خلطة، سواء أبقار، أي خلطة في الكون، بتكون من 3 حاجات: الطاقة، الطاقة، والطاقة دي بتتمثل في الذرة، الشعير، القمح، البلح، دي مصادر الطاقة في العلف نفسه. وهنتكلم بعد كده عن الألياف، يبقى طاقة وألياف وبروتين. الألياف دي اللي هي الردة أو النخالة، قشر فول البلدي، قشر فول الصويا، القشور، قشر فول السوداني، تمام. ممكن ناخد برضك اللي هو تبني برسيم الحجازي وتبني برسيم البلدي، وعاد برضك ده كله ألياف، تمام. هنتكلم بعد كده عن البروتين. البروتين بقى اللي هو ايه؟ قشر فول الصويا، قشر بذرة القط، قشر عباد الشمس، قشر فول السوداني، كسب الأكساب كثيرة، كسر العدس، فول بلدي، يعني مصادر البروتين، الحمص، مصادر البروتين كثيرة، تمام. عشان تحسب أي خلطة علف وتطلع خلطة مظبوطة، خلطة سوبر، لازم تعرف الثلاث مكونات دولت اللي هم الطاقة والألياف والبروتينات، تمام. هنتكلم عن الخلطة الأولى وهي تحت 100 كيلو. خلطة تحت 100 كيلو اللي هي العجول الرضع، وهنتكلم خلطة اللي هي من 100 إلى 250 كيلو، وهنتكلم عن خلطة اللي هي من 250 ل 350، وهنتكلم عن الخلطة اللي هي للتفنيش في الآخر. أول واحدة اللي هي من 100 اللي هي تحت الأوزان 100 كيلو، تحت أوزان 100 كيلو اللي هي بتستخدم للعجول الرضع. الخلطة دي بتتكون من 500 ذرة، 250 كوس فول صويا، 250 ردة أو نخالة، تمام. يبقى عشان الخلطة دي لازم تبقى يعني 21% 20% بروتين، ما تقلش عن كده، تمام، أو ما تقلش عن 18%، تمام، لأن العجول الرضة بتحتاج بروتين أعلى وطاقة أقل. يبقى نقولها تاني: 500 ذرة، 250 كوس فول كسب فول الصويا، 250 ردة أو نخالة. طب تعال نتكلم عن الخلطة اللي هي من 100 كيلو إلى 250 كيلو، اللي هي بتاخد نسبة 16%، 16 أو 17%، تمام. بروتين هنقول 500 ذرة، 300 ردة، 200 كسب فول الصويا، تمام. طب هنتكلم عن الخلطة اللي هي من 250 ل 350، دي تتروح من 16 إلى 15%. دي هنتكلم فيها عن 550 ذرة، رفعنا الطاقة. كل لاحظوا معايا ان كل ما العجول بتكبر الطاقة بتعلى والبروتين بيقل. هناخد 550 ذرة، هناخد 300 ردة، 150 كس فول الصويا، 150 كس فول الصويا، 300 ردة، 550 ذرة، تمام. دي اللي هي لغايه 350. طيب خلطة التفنيش هنتكلم عن 600 ذرة، 300 ردة او نخالة، 100 فول صويا، تمام. دي خلطة التفنيش. طيب في خلطة ممكن امشي عليها من البداية للنهاية، اي في اللي هي ايه؟ 600 ذرة، لا نقول 500 ذرة، 250 200 كسب فول الصويا، 300 ردة. قولها تاني: 500 ذرة، 200 كسب فول الصويا، 300 ردة أو نخال. طب ازاي هتثبت عليها من البداية للنهاية؟ هتثبت عليها من وزن كام؟ من وزن 200 كيلو. وكل العجل ما يزيد معاك 50 كيلو، كل ما العجل يزيد 50 كيلو نقص في فول الصويا 20 كيلو. نقولها تاني عشان الكل يفهمها. هنعملها زي دي: 500 ذرة، 200 كوس فول صويا، تمام، 300 ردة. طيب من وزن ال 200 كيلو
يعني ياخد قد ايه؟ ياخد دي. طب وصل 250 ننقص 20 كيلو، كل ما العجل يزيد 50 كيلو لحمه ننقص 20 كيلو في فول الصويا. يعني لما يوصل 250 انا فول الصويا يبقى 180، وصل 300 فول الصويا بيجي 160، وصل 350 فول الصويا بيجي 140، وصل 400 فول الصويا كام؟ 120. وصل 450 فول الصويا اصبح 100، اثبت عند ال 100. طب هتقول لي اعوض النقص ازاي بتاع عشان اكمل الطن؟ ما تعوضوش، هتلاقي الخلطه دي ماشيه معاك 18 16 14، ماشيه معاك بالتجريد 18 16 14، يعني تبدا معاك بال 18 و 17 16 15 لغايه ما توصل معاك في التفنيش على 14. خلطه سوبر، خلطه سوبر. ونظرا لدخيل النفول الصويا بدا يريح، يعني كل ينفع ان شاء الله جدا. ايه هي اضافات الاعلاف؟ في اضافات مهمه واضافات يعني حسب الحاله اللي عندك. طب ايه الاضافات المهمه؟ ملح الطعام ما فيش استغناء عنه خالص، لانه بيزود من شهيه العجول وبيقبل بالعجول على شرب المياه. عند الخميره لازم العلفه يكون عليها خميره، مضاد سموم، البيرميدكس، نضيف ثاني الكالسيوم، بودره البلاط او الصدف المطحون، بودره البلاط او الصدف، الصدف المطحون او بودره البلاط. دي اضافات الاعلاف. طيب في بعض الملحوظات عندي يا جماعه، ممكن نسب البروتين، يعني ممكن واحد ما عايز يحط 200 كيلو فول صويا، يحط 100 كيلو كوس فول صويا وعايز يحط 100 بذره قطن. بس هنا في ملحوظه، بذره القطن ما تضافش على العلف خلطه التسميك الا بعد ما العجل يكمل 6 شهور. يبقى بذره القطن ما تضافش على الاعلاف او خلطه التسمين الا بعد 6 شهور، يعني قبل 6 شهور ما ينفعش. طيب في حدث اسمها جبر الكسر، انت تعرف العجل هياخد كام؟ العجل بياخد 2% من وزنه، وبياخد نص في المية من ايه؟ علفة مالة. 2% من وزنه يعني ال 100 كيلو ياخد 2 كيلو علف. لو وصل 210 اجبر حاجة اسمها الكسر، اجبر الكسر، ياخد كام كيلو علف؟ ياخد 3 كيلو علف، ممكن ياخد 2.5، يعني هو بياخد 2 كيلو في المية، اديله 2.5 لغاية ما يوصل 150 كيلو ياخد، يكون ثبت على ال 3 كيلو. اجبر الكسر في اضافة الاعلاف. لما تجبر الكسر العجل بيكون تحويله اسرع وافضل. طب لو عجل مثلا 150 كيلو ياخد 3 كيلو علف، طب لو هو وصل 160 ممكن تديله 4 كيلو علف او 3 كيلو ونص، تمام؟ تجبر عمليه جبر الكسر. الذره يا ريت تكون مطحونه، الذره تكون مطحونه، ما تبقاش ناعمه خالص، ما تبقاش، ما ينزلش في الروس، ما تبقاش ناعمه خالص وما تبقاش خشنه قوي، يعني ولا خشنه ولا ناعم، تمام؟ واضافات الاعلاف مهمه يا جماعه وما فيش استغناء عنها نهائي. هنتكلم بعد كده عن ايه؟ هنتكلم بعد احنا الحلقه كلها عن اضافات الاعلاف. لازم تعرف نسبه العلف قد ايه اللي هتقدمها، وتعرف العجل بتاعك، يعني ما ينفعش العجل يبقى 200 كيلو، العجل مثلا 400 كيلو وانت بتدي له 6 كيلو علف. لازم العلفة بتكون ولا في الزيادة ولا في النقص، ما تسبب ليش هادر زيادة وما تبقاش ناقصة هتسبب لي ضعف في معدل التحويل. كده حلقة اليوم اتكلمنا عن أربع خلطات تسمين، وجدنا خلطة سوبر في النهاية اللي هي قلنا عليها 600 ذرة، ممكن نعمل 600 ذرة، 200 ردة، 200 فول صويا.